السلام عليكم خوتنا المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على حنان وحورية اللي خرجوا في هذيك الوقفه اللي دايرين في أزرو. خرجوا كيهضروا على محبوبه وحنان مازال كتوضح وكتصرح، وكل مره كتنفجر ضد محبوبه اللي كانت معاهم، العائله اللي كانت كتصور معاهم، اللي من دوار واحد او من قبيله واحده او من سيدي عدي كيف ما كنعرف. خرجات حنان ما غاديش نقول تاني مره ولا ثالث مره، غنقول 20 ولا شحال، وهي كتخرج ضد قناه محبوبه اللي كانت معاهم. خرجات وقالت بان كانوا قناه محبوبه كيحرضوني وما كيخلونيش نصور مع حوريه ومع ماجده، ملي كيسمعوهم جايات تعيطوا ليا وقولوا لي ما تجيش عندنا باش ما تصوريش معاهم. هذا على شهاده اللسان ديالها وبحضور حوريه حتى هي كانت معاها. قالت هذا الشيء علاش ما عمرني بنت معاهم في قنواتهم وما عمرني صورت معاهم، هذا الشيء اللي كان في خلف الكواليس كيطرا، وهذا الشيء اللي كانوا كيقولوا ليا كيقولوا ليها بقاي بعيده وما تبانيش معاها. زعما هي واحد الانسانه كتباني معانا حنا، بقاي تباني معانا غير حنا وما تبانيش مع شي قناه اخرى بهذا المعنى. هذا كما عرفنا ماجده وحوريه كانوا كيجيو بزاف عند محبوبه وكيبغيو يصوروا معاهم فيديوهات، ولكن قالوا باش نمشيو تما خاصنا ضروري المقابل باش نبانو معاهم ويبانو كامله العرايسات والعدوزه وكل شيء، خاصنا دائما نكون مقابل كادويات. قالت ماشي فلوس، كادويات وشي حوايج كنديهم ليهم باش يبانو معانا. طبيعه الحال بحال شي دعم، بحال اي قناه ملي كتطلب الدعم كتخلص، ولكن هما بهذاك الدعم كيخلصوه كيديو شي حاجه في يديهم. كيف ما شفنا محبوبه لحد الان ملتزمين الصمت حول ما يروج حولهم من حنان ومن حوريه، والكلام اللي كيضربوا فيهم وكيقولوا بالله هاد الناس فيهم وفيهم، وبالله هاد الناس ما كيبغيوش. حنان قالت ما كيبغيوش نصور، حوريه هي خرجات بشحال من فيديو ضدهم، ولكن هما لحد الان ما خرج حتى واحد فيهم وما هضر حتى شي واحد فيهم. الوحيد اللي خرج هو الحسن، قال حنا غادي نديروا واحد القناه اضافيه غنحلوها باش نبداو نوضحوا فيها هاد المشاكل هادو اللي كيوقعوا لينا مع الناس اللي خرجوا ضدنا وكانوا كيضربوا فينا. ودابا حنا غنديروا واحد القناه، ما نقدروش هذيك القناه مخلينها غير زعما عائليه كيشاركوا فيها بحال هكاك الاعراس ديالهم والسبوعات والمناسبات والاعياد وغير داكشي اللي مزيان. قالوا ما نقدروش نخرجوا ونبداو نتعاطاو فيها، غنخليوا هذيك القناه نقيه وغادي نخرجوا واحد القناه اضافيه باش حنا نديروا فيها لايفات وباش حنا ندافعوا على نفوسنا، وكاع شي واحد ضرب فينا غادي حنا نخرجوا ونقولوا، حيت المتابعين كاملين كيقولوا المحبوبه ضروري ما ديروش راسكم ما عارفين والو، لا ضروري تفسروا لينا، ضروري تهضروا على هذه المواضيع، ضروري قولوا واش هذا الشيء فيكم، واش نتوما خايبين لهذه الدرجه، واش الناس كيضربوا فيكم. كيف ما شفناهم هما ممتاز من الصمت، غير الحسن اللي قال هذه الكلمه هذه تحت القناه الجديده اللي غيخرجوا فيها ووضحوا بعده امور. ملي كيخرجوا في شي لايف ديال شي واحد من الاصدقاء ديالهم كيجيو بزاف ديال السؤالات، جاوبونا جاوبونا علاش ما كتهضروش، علاش ما تدافعوش على نفوسكم. وهما اختاروا هذا القرار باش يحلوا قناه جديده ومنها يهضروا ويدافعوا كاع على الناس اللي واقفين وكيقولوا بلي هاد الناس ما مزيانينش. وشفنا حتى علي ويصال انضموا للفريق اللي كيهاجم محبوبه، خرجوا بواحد الفيديو وحتى هما قالوا بالله محبوبه راهم ما حفروش البير كامل كان محفور، وقالوا بالله راهم ما كيبغوش يهضروا معانا، وبالله راه بزاف ديال الحوايج ضد محبوبه. وهما ما خرجوش وما ردوش عليهم. الحاجه الوحيده اللي وقعت هي ان علي ويصال بعد ما خرجوا في هذاك الفيديو كما كنقولوا فجروا كاع داكشي اللي عندهم، مسحوا داك الفيديو وما خلاوش في اليوتيوب. واش ندموا؟ واش صبروا صمت تسرعوا؟ واش الله اعلم. بعدا حطوا الفيديو وكان غالي مزيان وهما يمسحوه، وقالوا شي قنوات بانهم عندهم هزوا الفيديو راه عندهم محتفظين به حيت خلاو ساعه ديال المكانه وحيدوه من بعد. الله اعلم اسباب اللي حيدوه،
وشافوا روسهم زادوا خلدك فيه ولا الله أعلم. وغنكتفي بهذا القدر ومع السلامة، فيديو آخر.